صحابي كتروا جدا ومش لاقي لهم اي مكان. نفسي فعلا الاقي لهم مكان تاني احسن. انا خلاص زهقت، مش عارفه اروقهم خالص. انا زعلانه جدا، نفسي ان انا اعرف ان انا احطهم في اوضتي. اوضتي صغرت عليا قوي واللعب بقت كتير جدا. احطهم بقى كده كل واحد قاعد في حته فوق، ولسه برضو في لعب تاني على الارض هنا. مش عارفه احطهم فين. يا ربي نفسي اعرف ان انا الاقي لهم مكان. في ايه يا اما؟ مالك عماله بتكلمي نفسك الصبح كده ليه؟ ابدا يا جولي، انا عندي مشكله، مش عارفه احط مكان للعبي خالص. كبروا جدا وبقوا كتير قوي، مش لاقي لهم مكان خالص في الاوضه. ايه ده؟ خلاص طب ما تضايقيش نفسك عادي، يعني الموضوع هيتحل. طب قولي، طيب هيتحل ازاي؟ بصي انا مش عارف، ممكن نسأل هنا، وهنا اكيد عندها افكار ان هي تكبر الاوضه بتاعتك. انت بجد؟ اكيد طبعا، هنا فعلا ذكيه جدا. ممكن انا اقول لها وهي تحللي كده الموضوع ده. هنا ايوه يا اما. بقولك ايه، ممكن تيجي تساعديني في حاجه؟ طيب انا جايه اهو يا حبيبتي. في ايه عندك؟ ايه المشكله بقى؟ بصي يا هنا، انا اللعب كلها صغرت عليا ومش لاقيه مكان احطهم فيه. ممكن انت تحطهم لي في مكان عندك؟ طيب خلاص ماشي اوكي، مفيش اي مشكلة، انا هعرف ان انا اظبطهم لك على طول. ايه ده بجد، عندك افكار جديدة؟ عندي افكار هتعجبك قوي، هنزل بس اجيب الحاجة واجيلك على طول. بصي اهو جبتلك بقى ايه، ده ورق كرتون ومعانا صلصال وهنعمل بيه حاجات كتير. ايه ده، الله، هنرتب اخيرا الاوضة بتاعتي ونخلي شكلها جميل. ووهو، انا شلت بقى كل اللعب وحطلك على السرير. بصي حطيت لك بقى ورق كرتون، قلت لك الصرصار وعملت لك الاماكن دي. ممكن احنا نحط بقى اللعب بتاعتك جوه هنا. الله، دي فكرة حلوة جدا، انا مبسوطة بيها جدا. الله، اخدوا مكان حلو جدا، بس للأسف كده اوضتي بقت كلها زحمة وما عنديش مكان حتى انا اتحرك. بقت ضيقة جدا اوضتي عليا. اوه شم ريحة البيت جان، ان الواحد جعان جدا على الصبح. ما نشوف بقى اي حد ياكل معانا ولا بتاع. اولاد اولاد، عملت لكم الاكل المفضل بتاعكم. ايه ده، واو، الله، بابا عمل لنا بيض. بحب البيض اوي اوي اوي، اما انزل اكله بقى. بس انا متضايقه، لازم اطلع انط من هنا فوق عشان خاطر اعرف اطلع بره اللعب بتاعتي. يلا يا اولاد بقى عشان تاكلوا. حاضر يا بابا، جايه جايه، بنط بس عشان اعرف هيكي. لان الاوضه بقت صعبه جدا جدا وبقت زحمه اوي، لازم فعلا اشوف لها حل. وانزل بقى تحت كده. واه يا بابا، انت عملت لنا بيض. عملت لكم بيض، عارف ان انتوا بتحبوه. بجد ميرسي جدا يا بابا، انا بموت فيه. امال فين اخواتك؟ هما نازلين ورايا. الحمد لله احنا اكلنا وخلصنا ونضفنا المطبخ، يلا نطلع بقى فوق. طيب اوكي، انا عايزه رايح انزل شويه، رايح على البيسين. وانا عايزه اقرا كتاب جبته، كان تحفه. انا اعمل ايه اعمل ايه، اكيد عندي اي حاجه تانية اعملها. انا افتكرت عندي اعمل كذا حاجه النهارده. هكلم انجل ستيفن وهقول له ان هو يجي يركب لي دور تاني، عشان انا عايزه اوضه تانية ليا لوحدي، لحسن الاوضه بقت صغيره جدا عليا ومش عارفه اتحرك. ولا عارفه ان انا اتحرك خالص. يا ربي اعمل ايه. انجل ستيفن، ازيك؟ ازيك يا اما، عامله ايه؟ ممكن تبنيلي بقى في دور تاني فوق عشان خاطر اوضتي بقت صغيرة جدا عليا. طيب خلاص تعالي نشوف، ربنا سهل نقدر نعمل ايه. بجد ميرسي جدا جدا يا انكل ستيفن، انا بجد بحبك اوي اوي اوي. شفت اوضتي بقت صغيرة ازاي وضيقة عليا، بقت مضايقاني جدا. طيب خلاص اوكي ماشي، هنشوف بقى كده نقدر نحن نوسعها ازاي. اوكي مفيش مشكلة، ممكن احنا نبنيلك اوضة تانية فوق وهكون واسعة وجميلة. انا كده بقى خلصت، ويا رب بقى الحاجة تعجبك. ميرسي جدا جدا يا انكل ستيفن، بجد انا بعشقك، انت صلحت لي مشكلة كبيرة قوي عندي. العفو على ايه، المهم ان انتي تعزيني في اي وقت. اوكي بجد شكرا جدا جدا يا انكل ستيفن. ايه ده، ايه الصوت ده؟ انا سامع اصوات ناس كتير، يا ترى مين دول؟ ايه ده، في حركة مش مظبوطة في البيت، انا هطلع اشوف ايه القصة دي، اكيد في حاجة جديدة مختلفة. ايه ده، انا مش لاقي. واو، ده بقى في دور جديد عندنا، الله، فكرة
فكرته بقت تحفة، في كمان سلم نقدر ان احنا نطلع له فوق. واو 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 واو، لا فعلا ده موضوع تحفة، هقدر اقعد فوق هنا براحتي، يا الله. وفي كمان اسانسير، وهنا الدنيا شفافة، ممكن نعمله اكوا بارك، واحط هنا السرير بتاعي وهيبقى الشكل يجنن. الله الله الله، ده شكله هيكون تحفة. او انا عارف يا ايه ده، لا طبعا دي فكرتي انا، وانا اللي هاخد الدور ده يا جوليان، دي مش اوضتك اساسا. ايه ده، يا نهاري، ده في خناقه، يا رب يكون بقى جوليان واما بيتخانقوا على ايه دول، اما اطلع اشوفهم واشوف مشكلتهم. جوليان اما قاعدين بتعملوا ايه؟ ايه ده، واو، ده في دور جديد اتبنى، الله ده شكله تحفة، بقى عندنا دور تاني في الفيلا، الله. ماما بابا لما يرجعوا هينبسطوا جدا من الدور ده. انا سمع صوت العيال بيتنططوا، اكيد عملوا كارثة، انا عارفهم دول عيالي وانا مربيهم وعارفهم. انتوا فين، انتوا فين، احنا موجودين هنا اهو، احنا فوق. شفت بقى، واو، دي كانت فكرتي انا يا بابا، فكرتي انا يا ماما، عملنا دور تاني فوق، اوضه تانية. ماما بابا مش مصدقوا، اه جوليان واما عملوا اوضه تانية كده فوق. ايه بتهزري، اوضه تانية، دور تاني، انتوا بتهزروا، قلبتوا البيت كله. لا اه ايوه ايوه يا ماما، عملنا دور تاني تحفه، دور ان انتوا تشوفوه هيعجبكم جدا. انا مش قادره اصدق نفسي، العيال دي هتجنني. يا ربي هجيب منين الفلوس اللي اصرف عليكم؟ لا انتوا بجد جننتونا. اوه يا ربي، تعالى نطلع نشوفه بقى فوق يا مارتن، اكيد طبعا بهدله التانية. هيه ماما وبابا جم وشافوه، الحمد لله اخيرا عرفوا، هننبسط جدا كلنا.